وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نستقبل اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقة يوم الأحد أو الأمس. كان معانا سؤال أم محمد، وسؤال بنتنا جنى، وسؤال الأخت خديجة، وسؤال أو أسئلة الأخت أم مصطفى. فخلونا نبدأ بسؤال أختنا أم محمد. كانت بتسأل إن هو عندها ظروف صحية، ولما يوضع لها الطعام بتكون هي أعلى من الأكل شوية، يعني قاعدة على مقعد أعلى شوية من الطعام، هل ده غلط؟ لا لا لا، مش غلط. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دام هذه استطاعتك وقدرتك عشان أنت عندك ظرف خاص، فما فيش مشكلة أن يكون مقعدك أعلى شوية من الطعام، أو أن يكون الطعام أعلى شوية من المقعد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم محمد كان لها سؤال تاني، ابنها للأسف الشديد مخصمها، يعني بئس العقوق إنه الابن أو البنت تخاصم أو تقاطع أمها، ولا تقاطع والدها أو يقاطع والده. هو ده العقوق بعينه. ليه؟ لأنه الأصل أن الله عز وجل أمر الأبناء بحسن بر الآباء والأمهات بصفة عامة، وللأم منزلة خاصة في هذا الأمر، يعني أولى كتير من الأب كمان، أو مقدمة كتير على بر الأب أيضا. ليه؟ لأنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما سئل أي الناس أحق بحسن صحابتي، يعني بحسن صحبتي وبر وعلاقتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فجعل الأم ثلاثة أرباع البر والإحسان، وجعل للأب الربع الباقي، لأن الأم أحوج ما تكون إلى بر أبنائها وإلى طاعتهم وإلى إحسانهم إليها وإلى إعانتهم لها. إنما أن يقاطع الابن والدته وأن يخاصمها، هذا من أكبر الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، إلى آخر حديثه عليه صلوات الله وسلامه. فمن المحرمات جدا جدا إنه الابن يقاطع والدته أو يقاطع أمه ويقطع رحمه، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وطبعا الأم مسكينة بتسأل، إن هي طبعا عشان هو مخصمها فهي مخصمة، يعني هتعمل إيه؟ ماذا تفعل يعني؟ لكن أنا أقول دائما للأمهات أن قلوب الأمهات أرأف بأبنائهم. أعطي ابنك فرصة أن يعني يعتذر إليك، أعطي فرصة أنه يرجع يعني يرضيك ويستسمحك، وإذا فعل هذا فسامحيه من قلبك. وفي نفس الوقت لا تهملي الدعاء له بظهر الغيب، فإن دعوات الأم إن شاء الله عز وجل من الدعوات المستجابات، وأكثري له الدعاء بالهداية والصلاح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طيب ناخد أم مصطفى أولا. السلام عليكم أم مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. تفضلي. الله عندي سؤال بارك الله فيك. تفضلي. في بعض النساء يا شيخ يعني الأمر ده محيرهم خالص إن هم بيسألوا فيه كثير، لو سمحت لي. هو الريح اللي بيخرج من الطفل كفقاعات هواء يا شيخ، هل ده ينقض الوضوء أم لا؟ حاضر. أبو عايزة بالله عليك لأمر ضروري الرقم بتاع حضرتك. حاضر أستاذ عدنان، يعطيك الرقم إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. الله يكرمك، تفضلي. أمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يكرمك يا بنت، الحمد لله. ربنا يبارك لك يا شيخ. لو سمعت أنا عندي سؤالين بس بعد إذنك. خير يا رب. يا شيخ يعني حماتي إجا الذهب بتاعها انفرج منها، وبعدين قالوا هيروحوا للبشعة او يعملوا المراية اللي بتظهر اللي هم ايه سرقوا الحاجة دي. نعم. وهم اجا ابنها قال لها الحاجة دي حرام. ايوه. ومش هينفع نعملها وكده. قاموا اولاد اخواته قالوا له اللي انت سرقت، طالما انت مش هتيجي تيجي معنا نروح البشعة او نروح المراية دي يبقى انت اللي خدت الحاجة. وحصلت مشاكل بينهم من بعض وقطعوا بعض وخصموا بعض بسبب الموضوع ده. الله المستعان. طيب ده السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، زوجي اتجوز علي. أيوة. بعد 20 سنة الزواج، وإحنا نفسيتنا تعبانة ومش راضين بالموضوع، وأنا تعبانة جوا وعيالي تعبانين ومش راضين بالموقف. هو عايز يطلقها بس هي متمسكة بجامد. نعم. حاضر. حاضر يا أمة الله. سلام شعبان، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هشام شيخ. هشام؟ ان شاء الله. اتفضل يا اخي هشام، الله يكرمك. لو سمعت عم الشيخ. اتفضل. معلش. اتفضل. بقولك عم الشيخ. نعم اتفضل معاك. الميت تحس باللي بزوره اما بحسش، والحد امتى بحس؟ حاضر. دي سؤال. والرجاء ماشي. ان حديث ابو اسحاق اللي بيجي الساعة 11 وثلثة و 11 ونص عايزين يجي بدري الساعة 7 الساعة 8 بعد العشاء، انما الساعة 11 ونص ما حد بيبقى صار له وقت ليه. انا معاك والله. طيب حاضر. حاضر يا اخي هشام. أمة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا شيخنا. انا ما عندي سؤالين. خير يا رب، تفضلي. يا الواحد انا متجوزه وممكن عايزه مثلا اطلق من جوزي واقدم سمعه ابويا. اه حرام ولا ايه؟ طب يعني هنخسر، يعني نخسر العيشه عشان ناخد المعاش؟ انا عايزه، هو هم يعني في ناس عملتها يعني قدامي. اه يعني انت قصدك يعني تتطلقي وترجعي تاني يعني؟ اه. ولا الطلاق السوري ده يعني؟ يعني اطلق واتجوز بالسنه وقدم في المعاش. طيب ده السؤال الاولاني. في سؤال تاني؟ والسؤال التاني على بر الوالدين، يعني احنا مثلا احنا بنزعل من امهاتنا وابهاتنا، بنزعل منهم. ليه هم ابهاتنا ما يبروش اولادهم عشان احنا نبروهم؟ ليه هم ما يكونوش حنينين عشان احنا نحن عليهم؟ ده انت جيتي على الوجع. ماشي يا بنت. حاضر ماشي يا شيخ. حاضر. اخونا حسام. يا اخ حسام السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف عم الشيخ؟ يا الف مرحبا. والله يا عم الشيخ عاوز اكلمك بخصوص والدتي، بس كانت بتعمل عمره وهي رجلها معلش وجعاها شويه. ايوه ماشي عم الشيخ. نعم. واول مره تعمل عمره يعني، وهي جت عند الصفا والمروه يا عم الشيخ، وجت ما عرفتش تلف عشان رجلها كانت وجعاها. اه ماشي يا عم الشيخ. ايوه. كان في واحد من بلدنا يعني جاب لها واحد من هم بيلفوا الكرسي العربيه. الكرسي. اه. وهو دفع عنها ال 100 ريال. ايوه. هي يعني هي من يومها وهي بتسالني يعني دي يعني عمره كده مقبوله،
العمره لازم تكون مثلا كلها من جبل خاص وكده يعني، فهي مقلبه يعني بس من حته ثانيه. حاضر يا عم حسام. مفيدنا بعدين. حاضر، تسمع الاجابه ان شاء الله يا عم حسام. طيب نرجع لسؤال بنتنا جنى اللي هو حلقة يوم الأحد، يا ريت بس يكونوا متابعين. كان بتسأل عن حكم طلاق الأظافر وحكم تركيب الأظافر الصناعية. والله إن كان بتسألي عن طلاق الأظافر وتركيب الأظافر الصناعية إن هي مباحة ولا محرمة، لا هي مباحة ما دام تفعلي هذا لنفسك في البيت أو تفعلي هذا لزوجك في البيت فما فيش مشكلة. إنما إمتى هتكون المشكلة موجودة؟ لما نيجي نتوضى للصلاة. لما نيجي نتوضى للصلاة الطلاق بتاع الأظافر ده مادة لها جرم، يعني بيغطي الأظافر، وبالتالي ماء الوضوء لا يصل إلى الأظافر، ومعنى ذلك إن الوضوء هيكون باطل في هذه الحالة. ولو صلينا بالوضوء ده هيبقى بما إن الوضوء باطل فستكون الصلاة أيضا باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شف يعني لامح رجل من بعيد توضأ وفي عقبه يعني كعب رجليه من ورا مثل الدرهم لم يصله الماء، يعني حتى بقعة صغيرة جدا قد الربع جنيه الصغير ده اللي هو ما بقاش له قيمة. فالنبي قال له إيه؟ أمره بإعادة الوضوء وبإعادة الصلاة، خلاه توضى تاني وقال ويل للأعقاب من النار. فيعني الطلاق مباح والأظافر الصناعية مباحة لو في البيت لنفسك ولا للزوج، لكن عند الوضوء ستكون المشكلة. ففي هذه الحالة لو تقدر تشيل الطلاق ده عشان تتوضي وتصلي خلاص خير وبركة، نزع الأظافر الصناعية وقت الوضوء عشان تتوضي وتصلي خير وبركة، إنما وهي موجودة سيكون الوضوء باطلا والصلاة أيضا لا تصح بهذا الوضوء الباطل. والله أعلم يا بنتي، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت أختنا المتصلة بتسأل إنه يعني بنتهم في البيت مطلقة ومعها مبلغ من المال وأعطته لحد من أقارب أو المعارف أو البلديات بيشغله، والرجل ده بيديها مبلغ ثابت كل شهر على نظير تشغيل هذا المبلغ اللي عنده، ويعني بيسألوا قال لهم والله شوفوا أنا يا جماعة بديها بالمسامحة، أنا عارف ظروفها إن هي يعني ظروفها مطلقة ومحتاجة وكده، فأنا بديها بالزيادة ولكن أنا اللي بأعطيها مسامحة مني. المعاملة دي تمشي صح؟ أيوة تمشي طبعا، مدام ما فيش اشتراط مسبق ولا اتفاق مسبق والراجل كتر خيره، يعني مثلا هو المفروض الشهر دي أديها 800 أديها 1000، الشهر اللي فات كان المفروض يديها 910 اديها 1000 برضه، الشهر اللي قبله كان المفروض يديها 950 اديها 1000 برضه، يعني اذا هو بيدي بالزياده مسامحه من نفسه دون اشتراط مسبق. مفيش مشكله يا اختنا ان شاء الله عز وجل. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا ام مصطفى الله يكرمها كان ليها 3 أسئلة. أم مصطفى سؤالها الأولاني كانت بتقول إن الأم قعدت تدعي على ابنها، روح إلهي ما ترجع، روح إلهي تجيني مش عارف يجيني خبرك، تنها تدعو الله عز وجل على الولد، تدعو على الولد لحد الولد ما بالفعل ما رجع لهاش، راح غرق. غلطانة الأم وستين غلطانة طبعا، عملت شيء محرم طبعا، عملت شيء حرام جدا جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه؟ لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اموالكم ولا تدعوا على ابنائكم، ما ينفعش. يعني النبي حرم الكلام ده ونهانا عنه، لا تدعوا على لا على انفسنا ولا على اموالنا، ما نقولش يخرب بيت فلان ولا ندعو على الابن ولا ندعو على البنت بالهلكة والضياع والموت والشلل والكلام ده كله حرام، كل ده من المحرمات. ليه؟ ايه رأيك لو الدعوة دي اصابت قبولا عند الله عز وجل؟ يعني في لحظة من اللحظات روح الهي ما ترجع، روح الهي تغرق مش عارف في شبر مية، روح الهي يجيني خبرك، وبالفعل استجاب ربنا الدعوة دي، مين اللي هيشيل نار الولد ده؟ الام. فتتوب إلى الله عز وجل وتندم عما فعلت، وتكثر أن تستغفر الله عز وجل كثيرا كثيرا، وتكثر من العمل الصالح رجاء أن الله تعالى يغفر لها هذه الزلة وهذا الخطأ.
وأما الولد فنسأل الله عز وجل أن يتولاه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعوض أهله خيرا. وهو مات غريق نحسبه إن شاء الله عز وجل من الشهداء الخمسة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أختنا لسه برضو أم مصطفى بتسأل إن أنا على طول فكرة وعلى طول ببكي، ده أقل شيء، ما أنت عايز إيه يعني؟ أكيد بسبب العملة اللي أنت عملتيها فأنت على طول فكرة الولد وعلى طول بتأنبي نفسك وعلى طول بتأنبي ضميرك وعلى طول ندمانة وعلى طول بكية. ده يعني إذا كان هذا البكاء بكاء الشفقة والرحمة أو بكاء الندم على ما فعلتي، فاحمد ربنا على شوية البكاء دول لعل هذه الدموع تكون ندم حقيقي وتوبة حقيقية وتكون سبب أن الله عز وجل يتوب علينا وعليك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثالث أم مصطفى الله يسامحها كانت بتقول أنا بزور المقابر، يعني مقبرة الولد الابن الميت، وبعد أكلمه. أكيد طبعا بتقول له يا ابني سامحني، يا ابني ما كانش قصدي، يا ابني مش عارف إيه، كل الكلام ده ولا ينفع بشيء. أمال إيه اللي ينفع لما نزور المقبرة؟ اللي ينفع لما نزور القبر زي النبي معلمنا عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يعني اللي يفيد الأموات من زيارة الأحياء الدعاء والصدقة، ويفيدنا إحنا من زيارة الأموات العبرة والعظة، فإنها تذكر الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنك قاعدة على شفير القبر، يعني على القبر من فوق، وتكلمي الولد ولا تكلمي الزوج، الولد في وادي وانت في وادي آخر. ربنا عز وجل قال في كتابه لنبيه عليه الصلاة والسلام وما أنت بمسمع من في القبور إلا حالة خاصة بتاع قتل المشركين في بدر، يعني الأموات لا يسمعون، الأموات لا يحسون، الأموات لا يتفاعلون مع الزوار من الأحياء، إنما ينتفعون بالزيارة. طبعا ينتفعوا عشان الدعاء وعشان الأنس وعشان الصدقة وعشان وعشان. فأنت سيبك بقى من حكاية إنك تقعدي تتكلمي وتسهري، وبعضهم يقول له أنت يا ابني أصلك ما عرفتش إيه اللي حصل بعد أنت ما مت أصله، وفلان اتجوز وفلان اتطلقت، كل الكلام ده يا جماعة من الهري الفاضي الذي لا فائدة للحي ولا فائدة للميت منه. اللي يفيدنا العظة والعبرة إحنا، واللي يفيدهم يعني الأموات الدعاء والصدقة والاستغفار، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم مصطفى أول المتصلات في حلقة اليوم بتسأل على الريح أو الهواء أو الرطوبات التي تخرج من قبل المرأة وليس من الدبر. الريح يا إخوة أو يا أخوات، إذا خرجت الريح أو الدرات من الدبر يعني من فتحة الشرج فهي من النواقض للطهارة، يعني لازم نتوضأ في الحالة دي. ليه؟ لأنه دي الأحداث اللي النبي قال عليها عليه الصلاة والسلام، الدرات والريح والبراز أعزكم الله والبول والمذي والودي، كل ذيت ما خرج من السبيلين، ده من نواقض الوضوء. إنما اللي بتسأل في أختنا أم مصطفى مش بتسأل على الرطوبة أو الهواء اللي يخرج من الدبر اللي هو اسم الريح، لا، هي بتسأل عن الرطوبة والهواء الذي يخرج من القبل يعني من فرج المرأة أعزكم الله. هل هذا الهواء أو هذه الرطوبات من النواقض ولا من النجاسات؟ لا، ليست من النواقض وليست من النجاسات في شيء. يعني لو حصل الكلام ده وهي متوضئة لا يضر هذا وضوءها أبدا، ولو حصل الكلام ده لا يجب عليها أنها تمسح إيه ولا تغسل إيه ولا تطهر إيه ولا الكلام ده، لأنها ليست من النواقض وليست من النجاسات في شيء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أمة الله المتصلة الثانية سرقت السرقة من حماتها، مين اللي سرق؟ الله أعلم. لا، ده احنا لازم نعرف مين اللي سرق، مين اللي سرق حتة الذهب، مين اللي سرق الخاتم، مين اللي سرق الغويشة.
لا ما بنقولش بقى الله أعلم، ده احنا بدأنا نقول يعني تخاريف ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. احنا لازم نروح للبشعة، وطبعا البشعة للأسف الشديد من البدع والمحدثات والخرافات التي انتشرت في كثير من الأرياف في بلادنا، نسأل الله السلامة والعافية. البشعة هتبين الصادق من الكاذب، كذبوا، البشعة كذب وبهتان، ولا هتبين صادق ولا هتبين كاذب، بل يمكن أن نقول أن البشعة فضلا عن أنها من المحدثات والبدع، لكن كمان هي من الباطل. الباطل ليه؟ يعني بدل ما نجيب شاهد على انه فلان سرق، لا بنجيب البشعة ان بتشهد على انه فلان سرق. طب والبشعة دي تنفع تكون شاهد عدل؟ من الممكن ان تكون البشعة متهمة لبريء، ومن الممكن ان تكون مبرئة لمتهم حقيقي. فالبشعة دي شيء ما انزل الله عز وجل به من سلطان. كل اللي لينا على الناس اللي احنا شاكين فيهم شيء واحد فقط لا غير، يمين الله تبارك وتعالى. البينة على صاحبة الشأن، انت بتتهم فلان، عندك بينة ودليل وبرهان يا حجة اللي راحت منك الغويشة؟ لا ما عنديش دليل ولا برهان ولا شيء. امال عندك ايه؟ لا ما عنديش حاجة. يبقى ملكيش الا الطرف اللي انت شك فيه ده يحلف اليمين ان هو ما خدش حاجة. هو ده المطلوب فقط لغير. طب وبعد كده يعني انا لما يحلفوا يبقى انا كده استفدت حاجة؟ هتقول لك بقى يبقى أنا، طب افرض حلفوا هستفاد انا ايه؟ الغوش هترجع؟ لا مش هترجع، بس ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك عنها خيرا، وربنا سبحانه وتعالى ياخد لك حقك من اللي سرق بالفعل. طيب ما هتقول لك يا عم الشيخ قالوا للحرام احلف قال جالك الفرج. لا ما عندناش الكلام ده في الدين يا اخوة يا اخوات، ما عندناش الكلام ده في الدين ان احنا نحلف كده عمدا عامدين بالكذب والباطل، لا ابدا. ده يمين الله عز وجل. اذا الانسان حلف اليمين الكاذبة تسمى عند الله باليمين الغموس، وهي من المحرمات والكبائر، وعليها عذاب وعليها عقاب عند الله تبارك وتعالى. الشاهد ما فيش حاجة اسمها بشعة، احنا كل اللي لينا على الناس اللي شاكين فيهم ان هم يحلفوا اليمين، ثم نكل امرنا وامرهم الى الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أمة الله عندها السؤال اللي ما شاء الله 3-4 حلقات في الأسابيع الأخيرة تقريبا بيتسئل في كل حلقة. الزوج بعد 20 سنة زواج، يا عم الشيخ الزوج تزوج عليا وأنا مش هضم الكلام ده ومش مرتحاله، والأولاد برضو مش هضمين، فهنعمل إيه؟ هنقيم الدنيا ولا نقعدها؟ يعني الرجل تزوج، استغفر الله، لم يقولوا الرجل زنى، انما بنقول الرجل تزوج، يعني تزوج حلالا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده شيء يحزن؟ لا ابدا، ما لا علاقة له بالحزن على الاطلاق. ليه؟ لانه الحمد لله لم يقع في شيء غلط. طب الزوجة الاولانية مش طايقة، طب مش طايقة ليه؟ ما احنا قلنا يا اخوات مرارا وتكرارا، تصوري ان الست الارملة دي اللي اتجوزها زوجك كانت اختك في يوم من الايام، نفسك تزوجيها؟ تصوري ان دي كانت المطلقة اللي هو تزوجها دي ان كانت اختك في يوم من الايام، كان نفسك تزوجي اختك المطلقة، وكان نفسك تزوجي اختك الارملة، وكان نفسك في يوم من الايام اختك اللي تعدها سن الزواج اللي هي بنسميها العانس انك تزوجيها وربنا يرزقها بابن الحلال؟ طيب اللي يعني نحبه لأنفسنا ولبناتنا وأخواتنا برضو ما نكرهوش لبنات الناس وأخواتنا من الناس، يعني اللي نرضاه لنفسنا نرضاه لغيرنا، واللي ما نرضاهوش لنفسنا ما نرضاهوش لغيرنا. فيعني هو تزوج على كتاب الله وسنة رسوله. لا تكرهي ولا تبغضي شيئا أحله الله عز وجل، إنما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فنحن نرضى بهذا لأن الله أباحه، نرضى بهذا لأنه قدرنا ونصيبنا عند الله تبارك وتعالى، وإحنا مسلمين مطالبين بأن نؤمن بالقدر خيره وشره. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه،
وأستأذنكم بارك الله فيكم إخواننا وأخواتنا في فاصل قصير إن شاء الله عز وجل نعود بعده فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا هشام بيسأل سؤال، هل الميت بيحس بزواره؟ احنا لسه بنتكلم من شوية، الميت يا أخي هشام بينتفع بزواره، بينتفع بدعائهم وينتفع بصدقاتهم، هذا أعظم ما ينتفع به الميت من زيارة الأحياء لقبور الأموات. إنما مسألة بيحس، عشان شفنا أختنا من شوية إن هي عايزة أم مصطفى قاعدة تقعد تكلم ابنها، لا مش للدرجة دي. ليه؟ لأنه الميت خلاص مات، لا يسمع، انقطعت صلته بالدنيا تماما. إنما مسألة بيشعر أو بيستأنس، المعنى ده أشار إليه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وأشار إليه من طرف خفي الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى في الجزء 24 اللي هو اسمه كتاب الجنائز. قال إيه بقى؟ قال: ويمكن أن يقال أن الميت يستأنس بزيارة الأحياء، ينتفع قلنا خلاص، وكمان يستأنس. قالوا له ليه يستأنس؟ قال: لأنه الشرع سمى مروحتنا إحنا إلى المقابر سماها زيارة، وسمى مروحتنا إحنا الجارنا ولا القاربنا برضو سماها زيارة، فلو الأحياء راحوا عند الأحياء اللي زيهم اسمها زيارة، ولو الأحياء راحوا عند الأموات في المقابر برضو سماها زيارة، اسمها زيارة القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزيارة وزيارة فيها نوع من إن المعنى متقارب، كما أن الأحياء يستأنسون بزيارة أقاربهم لهم وجيرانهم لهم، فكذلك الأموات يستأنسون بزيارة الأحياء لهم. أدي واحد. الأمر الثاني اللي قال عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قال كمان إحنا لما بنروح في الزيارة هناك عند المقابر، الشرع قال لنا نقول إيه؟ يا الحديث أمنا عائشة رضي الله عنها، يا رسول الله إذا أتيت المقابر ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. طب وانا لو دخلت عليك بيتك يا اخ هشام، ولا مريت عليك عند البيت في الشارع، بقول لك ايه؟ بقول لك السلام عليكم، وبروح عند الميت اقول له السلام عليكم، كمان بكاف المخاطب تشعر انه السلام ده له معنى، كأن الاموات يستأنسون. بس انا مش عايز اقول على سبيل القطع طبعا، ده كلام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من طرف خفي، فمش عايزين نقول لا ده قطعا هم بيستأنسوا، لا، هناك احتمال كبير جدا من المعنيين اللي أشرت إليهم أنا الآن بناء على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، إنه الأموات بالفعل بينتفعوا بالزيارة من ناحية، وبيستأنسوا بالزوار من ناحية أخرى. إنما بقى بيحسوا أو بيردوا أو بيسمعوا أو بيكلموا، كل ده طبعا ما يحصلش أبدا. ليه؟ لأنه الميت انقطعت صلته بالدنيا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طب أقف في شبكة شوية تكون عدلة عشان بيقطع معايا أم محمد. طيب يا أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بص حضرتك يا شيخ، انا كنت حامل في رمضان، وانا سالت حضرتك قبل كده، كان بينزل عليا دم وكنت صايمه. ايوه. بس انا بعد 11 يوم في رمضان اكتشفت ان الطفل متوسط بطني وحصل اضهاد وكده. ايوه. فيا ترى صيام ال 11 يوم ده صحيح بفضل الله ولا اعيدهم تاني؟ حاضر. ده سؤال. سؤال تاني معلش. انا كان عندي 46 سنه، فالحمل يعني كنت حاسه ان في شويه مشقه عليا، فكنت دايما بدعي ربنا وبقول يا رب لو انا هقدر عليه وهو طفل معافى قدرهولي، يا رب لو غير كده اصرفه عني.
فانا علي ذنب في الدعاء اللي كنت بدعيه دوت ولا؟ حاضر. مش عارف. معلش يا شيخ وفي سؤال تاني معلش. حاضر. لو انا سالت على تفسير حلم ده علي ذنب فيه ولا؟ طيب حاضر. اجاوبك ان شاء الله. حاضر يا ام احمد. اخونا جمال. مولانا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله. زوجتي حجت في 2016 وكان حج تمتع، ولما راحوا طافوا طواف الافاضه وطواف الوداع هم واللي معاهم ما حدش قال لهم ان في سعي، وجات من ايامها بقى كده وما قالتليش. هي قاعده مره بلقيت واحد بيسال برضه بيقول لي ما ساعدش وبتاع، فبقول لي احنا قالت لي احنا ما سعناش. قلت لها وانت واللي معاكوا؟ قال كلنا ما سعناش. هو سعي الحج الاخير يعني كلكم جهدتوا على الموضوع وما حدش قال لكم عليه؟ قالوا لا ما حدش قال لنا عليه. في 2016 الكلام ده. طيب هل هي فاكره يكونوا سعوا مع طواف القدوم ولا حاجه؟ لا ما هي راح ما هو سعوا الاول مع اللي هي اللي في العمره، العمره الاولانيه يعني سعي العمره. ايوه. وبعدين تحللوا وما راحوا بقى حجوا ما سعوش السعي اللي هو بعد طواف الافاضه يعني. ايوه. الحاجه الثانيه بقى كنت عايز تليفون سعد فضيلتك يعني. حاضر الاستاذ هيدي لك التليفون ان شاء الله. ام محمد السلام عليكم. ام محمد. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا بنتي تفضل. وطي التلفزيون الله يكرمك. بص يا شيخ انا عايز اسأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بنته حب زوجها يتزوج عليها فرسول الله رفض. وبعدين فيكي يعني. بعدين يعني انت ايه السؤال ده؟ انها تعملي لنا خناقه كده احنا مع اللي بيسمعونا ليه بس يا شيخ؟ ما أيوة. عايز افهم. حاضر. تمام. وعايز اسال على حاجه تانية كمان. ازاي اعرف اني انا مش منافقه وانقي نفسي لو في صفه من صفات النفاق؟ حاضر. تمام. معلش يا شيخ برضو سؤال تاني انا اسفه يعني انا طولت عليك. طيب يلا. مثلا انا بصلي مش عارفه اخشع خالص في الصلاه. ايوه. ومش عارفه اعمل ايه يعني، كل ما اصلي الافكار كلها تيجي وحاجات كتيره كده مش عارفه اعمل ايه. حاضر يا بنتنا. حاضر حاضر. ايوه استاذ عدنان. مين؟ ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام. يلا يا ام محمد شوف الشبكه اللي انت واقفه فيها دي توكلي على الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ لو سمحت هو الدعاء يعني الدعاء يا شيخ يعني هو يعني الدعاء يعني لو انا دعيت على ابنه مش هو اللي اجل يا شيخ؟ مش هو ايه؟ يعني هو لا اجل ليه اجل وليه معاه؟ الدعاء يعني يقصر الاجل؟ حاضر السؤال كويس. سؤال ثاني لو سمحت. خير يا رب. لما كنت بدعى عليه فانا كنت بدعى عليه مثلا يروح يذاكر ويروح يصلي ان كان شاب شويه يا شيخ، لكن ما كنتش بدعى عليه ان انا اكلمه مثلا. يعني انت كنت بتدعي عليه عشان يروح يصلي ويروح يعمل الواجب؟ يعني زي بس الشباب مثلا ان هو كان في تاني عايز يتكلم مثلا شويه حبتين مش عارف ايه ما بيسمعش الكلام، فكنت بدعى عليه بس مش من جلد طبعا. انا ابني ده يعلم ربنا لما مات هو فعلا جرحني هنا ووجعني هنا، ويسامحنا ربنا انا دعيت عليه وغلطت ويسامحنا ربنا يغفر. طبعا ما احنا ما اختلفناش، ما ربنا يسامح، عشان كده قلنا لك التوبه والندم والاستغفار وكده. الولد كان اسمه ايه؟ السؤال الثاني شكرا. سامحك. خير. كان لي صادق جارية ولا اي حاجه اعملها مثلا انا ليا مثلا حاجه اخبر عن ده انا عملته ده. حاضر. جزاك الله خير. حاضر. حاضر يا ام محمد. طيب اخونا هشام كان له سؤال تاني. خلاص احنا خلصنا من حكايه الميت بيحس ولا كده. اللي كان له سؤال الحقيقه عايز لقاء الشيخ الحويني اللي هو في الليل، ما يبقاش متاخر قوي كده. والله انا اضم صوتي لصوتك، انا كمان برضو عايزه يكون بدري شويه، ولذلك انا بقترح على اخواننا في القناه اداره البرامج وغيرها انه ليه ما يكونش لقاء الشيخ الحويني عقب اخر هوى
آخر لقاء مباشر، آخر برنامج مباشر في اليوم. يبقى هنفترض المباشر آخره من 9 لـ10، يبقى هو من بعد الساعة 10، يعني يكون بعد آخر برنامج من برامج الهوى. هذا أنسب للقاء الشيخ بدل الساعة يعني المتأخرة ديت. هذا طبعا إذا كان هناك فرصة عند الإخوة لتعديل الخريطة ولا شيء، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أمة الله سألت سؤال عجيب، عايزة تتطلق اللي هو الطلاق السوري يعني على الورق كده، وبعدين تتجوز تاني زوجها بعرفي عشان تاخد المعاش بتاع والدها المتوفى الله يرحمه، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. ولو عملنا كده يبقى ارتكبنا حرامين، حرام وحرام. ارتكبنا الحرام الاولاني اللي هو الطلاق السوري. الطلاق السوري والزواج العرفي ده عبث، مفيش حاجة اسمها طلاق سوري، يعني بنطلق واحنا مش عايزين نطلق، ما ينفعش الكلام ده، لانه الطلاق حرمة من حرمات الله وشعيرة من شعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. المفروض ان احنا نعظم حرمات الله عز وجل، انما ان احنا نعمل الطلاق السوري ده طلاق سوري وبعدين زواج عرفي، الكلام ده مش هو، يعني احنا بنخدع مين او بنضحك على مين والعياذ بالله، فما ينفعش. ده الغلط الاولاني. الغلط الثاني ما يقلش عنه، ان احنا هنستبيح ان احنا ناخد معاش الوالد المتوفى بغير وجه حق، يعني هناخد فلوس حرام 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 من الدولة. والمال العام اللي هو مال الحكومة او مال الدولة ده مال 100 مليون مسلم، 100 مليون مصري، وبالتالي احنا بنستبيح ان احنا ناكل جزء من المال المحرم اشد حرمة عند الله من المال الخاص. لان انا لو لا قدر الله يعني سرقت فلانا من الناس فهو خصم يوم القيامة، انما لو انا سرقت من المال العام او اختلست من المال العام فمعنى ذلك انه الميت مليون مصري دول خصماء خصومي يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. اوعي يا بنتي تعملوا الكلام ده، ما يصحش ابدا ابدا. هنفضل طول عمرنا عايشين في المال الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ناهيكم عن الطلاق اللي احنا هنلعب به ونعبث بحرمة من حرمات الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أمة الله اللي هي بنتنا دي كان لها سؤال تاني مفخخ أيضا، بتقول انتوا قاعدين تكلمونا عن بر الوالدين وعقوق الوالدين، مش تكلموا الآباء والأمهات ان هم يبروا ولادهم الأول عشان احنا نبرهم؟ رغم ان السؤال شكله وجيه لكن انا زعلان منك. ليه يا بنتي؟ هو مين اللي اكبر ومين اللي اصغر؟ احنا نقول للكبير بر الصغير عشان الصغير يبرك؟ لا، احنا نقول لانفسنا احنا الصغيرين، احنا الابناء والبنات، ان احنا نبر اباءنا وامهاتنا. والنبي قال لنا ايه عليه الصلاة والسلام؟ قال ادوا الذي عليكم، كل واحد مننا يؤدي اللي عليه. طب واللي ليا عند ابويا ولا عند امي؟ قال واسألوا الله الذي لكم. مش معنى ان الاباء قصروا في برنا او الامهات قصروا في برنا ان احنا نعاقبهم ونعمل نفس العملة فنخسر في برهم، يبقى احنا كده صلحنا غلط بغلط مماثل. ما يصحش يا بنتنا الله يكرمك. النبي قال لهم اتريدوا ان يكونوا لكم في البر سواء؟ ايوة، فبرهم طيب واعدلوا بينهم. إذا فعلوا كده وبرونا والله خير وبركة، ما بروناش وعقونا واجب علينا إن إحنا لا نقابل عقوقهم بعقوق مماثل، لأن إحنا كده بنصلح غلط بنفس الغلط بل بأشد منه. إنما إحنا نؤدي الذي علينا من البر والإحسان، فإن هم بادلونا برا ببر كتر ألف خيرهم، وإذا لم يبادلونا برنا ببر منهم يبقى نسأل الله عز وجل حقنا عندهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا حسام الحقيقة ذكر مشكلة شوية، إنه الحجة الله يكرمها ويتقبل منا ومنها حجة تمتع، وطبعا حجة التمتع ده بيعمل عمرة مستقلة تماما أول ما بيوصل مكة، وبعدين بيحلوا ويعودوا يوم واثنين وأكتر وأقل، وبعدين يحرموا من أول وجديد يوم التروية ولا يوم عرفة بالحجة مستقلة أيضا. يبقى عندنا عمرة مستقلة وحجة مستقلة. فهم لما عملوا الحجة جم يوم العيد وما بعده طافوا طواف الإفاضة،
وطافوا طواف الوداع وتوكلوا على الله ولم يسعوا بعد طواف الإفاضة سعي الحج، وسعي الحج ركن من الأركان عند جمهور أهل العلم. يبقى في الحالة دي لو احنا سألنا جمهور الفقهاء هيقولولنا والله الحجة دي نقص ركن من الأركان، وسقوط الركن سهوا أو خطأ أو على أي شكل كان يبطل الفريضة. هذا مذهب جمهور أهل العلم. لكن استنى عليها شوية يا عم حسام، لكن أنا ليه بدأت بالقول ده؟ عشان يا جماعة نعرف الموضوع خطر، موضوع مهم جدا، إن احنا قبل ما نروح نحج لازم نتعلم الأول مناسك الحج، حتى لو الست كبيرة ولا الراجل كبير فهي لما يتعلم، ونقول له إنه أركان الحج أربعة: الإحرام، وبعدين الوقوف بعرفة، وبعدين طواف الإفاضة، وبعدين السعي بين الصفا والمروة. مش حكاية، مش مشكلة كبيرة ولا حاجة، فلا بد ان احنا نتعلم قبل ما نروح نعمل العمره ولا نروح نعمل الحج، عشان ما يقعش مننا حاجه من المناسك وتطلع ركن في حجنا يبقى معرض للبطلة. لكن مع ذلك فان الحنفيه في مذهبهم يقولون انه السعي بين الصفا، قول عند الحنفيه معروف انه السعي بين الصفا والمروه ان تركه، خاصه تركه نسيانا او جهلا او خطا، فانه يمكن أن يذبح بدال فدية شاه تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم. طب وإحنا هنروح فين في مكة دلوقتي؟ شوفوا أي حد معرفة ولا أي حد قريب يذبح عنكم. طيب مش هنعرف نوصل ولا لنا حد بلديات ولا لنا حد قريب في مكة، طب نعمل إيه؟ من أي بنك مصري من البنوك الرسمية نروح نعمل حوالة بمبلغ قيمة الفدية، قيمة الذبح اللي هو الخروف ولا الجدي ولا غيره، عن طريق شركة الرجحي والبنك المعروف هناك ببنك الذبائح. يبقى كده أدينا ما علينا، ونسأل الله عز وجل لنا ولها القبول. يبقى احنا كده أخذنا بأحد أقوال أهل العلم وإن كان قولا غير مشهور، لكن احنا هنعمل ايه؟ ليس باليد حيلة، ولا تستطيع المرأة أن تذهب يعني إلى الحج مرة أخرى وإلى آخره. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أبشر يا أستاذ عدنان، عدوا علي يا جماعة، الجماعة هيحاسبوني بالثانية، خمس دقائق من الآن. طيب أختنا أم محمد حامل في رمضان ونزل عليها دم، وكنا زمان قلنا لها إن 11 يوم اللي صمتيهم والدم نازل ده، ال 11 يوم دول صيامك فيهم صحيح، لانه اي دم ينزل على الحامل ليس حيضا ولا نفاسا، انما هو دم نزيف او استحاضه او غيره، فلا يفسد الصيام. لكنها النهارده اضافت معلومه انه المده دي في الاخرها اكتشفت انه الجنين كان ميت في الرحم. دي معلومه جديده تغير سياق الفتوى يا ام محمد، تخلينا نقول لك خذي بالاحوط، اقضي ال 11 يوم دول، لانه ما دام الجنين كان ميت فهذا دمه يشبه دم النفاس، فخليكي في الاحوط وخليكي في الابرأ للذمه واقضي هذه الايام. الله يكرمك، بارك الله فيكي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الحمل ده كان عندها 46 سنة، فكانت بتقول يا رب إذا كان في خير كمله، إذا كان مش عارف إيه خلصني منه. هذا الدعاء فيه مشكلة؟ لا ما فيش مشكلة إن شاء الله، بارك الله فيك. بتسأل عن تفسير الأحلام، يا ريت ما نشغلش بحكاية الأحلام دي، يا ريت. ليه؟ لأنه لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، أن هم عمال على بطال يسألوا في تفسير الأحلام أو ما شابه ذلك، كمان عشان ما نديش فرصة للشيطان أنه يعبث بينا ويكتر من حكاية الأحلام والكوابيس علينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا كان بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما جه سيدنا علي يتزوج على السيدة فاطمة النبي رفض رفضا قاطعا، فعايزة تقول يعني طب ما احنا برضو ممكن والدي لو زوجي هيتزوج علي نرفض، وابوي يرفض واخوي يرفض وانا ارفض. لا، ايش جاب لجاب يا بنتي؟ ليه؟ لانه سيدنا النبي قال لما رفض قال: اما انه لا احل حراما ولا احرم حلالا، لان من حيث المبدا النكاح الثاني والثالث للزوج والرابع كمان مباح، انا لا احرم حلالا ولا احل حراما، لكن لا تكون بنت عدو الله اللي هو ابو جهل،
وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سقف واحد، يبقى هو ما كانش معترض على المبدأ يا بنتي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كان معترض على الإنسانة دي، ما ينفعش تبقى بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتبقى ضرتها بنت أبو جهل عدو الله عليه لعائن الله المتتابع إلى يوم القيامة، الاثنين تحت سقف واحد، هو ده السبب. يبقى ما كانش رافض المبدأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان بتقول أعرف إزاي إننا منافقة؟ نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وعليك يا بنتي. النبي قال عن النفاق اللي هو أربع خصال مشهورة سقى النبي عليه الصلاة والسلام، لو الواحد ما فيهوش الخصال الأربعة دي يبقى إن شاء الله هو بعيد عن النفاق. إذا حدث كذب بعيد عني الحمد لله، وإذا وعد أخلف بعيد عني الحمد لله، وإذا أؤتمن خان الحمد لله بعيد عني، وإذا خاصم فجر الحمد لله بعيد عني. اللي ما فيهوش الصفات الأربعة دي يا بنتي إن شاء الله يكون بعيد تماما عن النفاق العملي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم محمد بقى اللي كنا بنتكلم على ابنها اللي هي دعت عليه، بتقول هو الدعاء يعني يا شيخ هيقصر الأجل؟ لا، مش الدعاء هيقصر الأجل، الأجل محتوم محتوم، مفيش نفسها تموت إلا وقد استوفت رزقها وأجلها، لكن الدعاء في ذاته حرام. ليه؟ لأنه هو حرام في ذاته، النبي منعه ونهى عنه، وفي نفس الوقت لو وافق ساعة إجابة هيخلينا نندم طول عمرنا ونعيش طول عمرنا ندمانين على وقوع الدعاء على ابننا. الأصل يا أمهات إن أنتم تدعوا لولادكم مش على أولادكم، شتان بين تدعي له أو تدعي عليه، شتان. بتقول طب ما أنا بس يا مولانا أصلي ويعني بدعي وقلبي رافض، أنا مش بدعي بقلبي. لا، إحنا لنا الظاهر يا أم محمد ونكل إلى الله السرائر، إحنا مش بنقول لك أنت بتدعي من القلب، إحنا بنقول الدعاء في ذاته لا من القلب ولا من اللسان ولا من الاثنين، الدعاء غلط إنك تدعي عليه، إنما إحنا عايزين تدعو لابنك وتدعو لبنتك من قلبك. وبعدين بينه وبينك بقى حتة كده بسيطة كده، يعني ربنا استجاب للدعوة، معنى كده إن هي كانت طلعة بحرقة كما يقولون، طلعة من الأعماق. على العموم خليك عايشة حياة التوبة وحياة الندم وحياة الاستغفار وحياة العمل الصالح، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا وعليك إن شاء الله. اعملي له صدقة جارية في أي مكان، في مسجد ولا في جمعية خيرية ولا في غيره، إن شاء الله تنتفعي أنت بها وهو ينتفع بها إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله أن يغفر لنا ولك وأن يعوضك عنه خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، اليوم الثلاثاء، والمهلة اللي كانت ممنوحة لقناة الندى حتى يوم 31/10، يعني حتى يوم الخميس القادم، يعني بعد 48 ساعة. اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم إنه الموعد اللي هو أمهلنا فيه اقترب جدا، ونحن نسارع كما يقولون الساعات والدقائق حتى يعني يتم إقالة القناة من عثرتها ويتم سداد الدين بالكامل. والحمد لله الحمد لله الحمد لله، جزاكم الله خيرا، دعواتكم نفع الله بها القناة جدا، ودعمكم حتى وإن قل نفع الله عز وجل به القناة جدا، وهناك مبشرات بالخير كثيرة جدا، يعني بإذن الله تعالى يمكن يكون عندنا خبر سار جدا جدا إنه القناة مستمرة بإذن الله تعالى، بفضل الله أولا، ثم بفضل دعوات حضراتكم ثانيا، ثم بفضل دعمكم الذي أعانكم الله عز وجل عليه حتى وإن قل. إيه المطلوب؟ المطلوب إن إحنا ما نبخلش على القناة بالدعم، بارك الله فيكم، نفضل ندعو الله عز وجل ونفضل إن شاء الله نواصل الدعم مهما كان قليلا أو يسيرا. ليه؟ لأنه إن شاء الله النتيجة طيبة والمبشرات حتمية ولله الحمد والمنة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ومن الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم، ألتقي إن شاء الله عز وجل إن شاء الله عز وجل بحضراتكم يوم الأحد القادم في الربيعة عصرا. حتى هذا الحين لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.